الموضوع. ازاي كاميلا؟ عاملة ايه؟ ايه قلقتك؟ مش فكرة قلقتني بس. يا ظهري لا مؤاخذة يا بيلا بنتي، أزعجتك؟ ايه بقى؟ ايه بقى؟ لا تظني أبو خطوة. طب أنا هنط ازاي؟ مين اللي هينططني؟ بابا. أهلاً 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 يا حبيبي بهبها يا اخواتي بحبها. بابا أنت بتعمل إيه؟ هكونفس هكونفس، بصراحة كنت عايز أعمل بيبي على الناشف كده. فين ال فين المأمور؟ يا شرف أعمل فيك إيه؟ أنا خلاص جبت آخري منك. سيادتك. سيادتي إيه بس؟ هو أبوكي خلى فيها سيادتي؟ ده مفيش حاجة نافعة معاه. بصي كده على البلاك ليست. ها إيه رأيك؟ معلش يا فندم، بابا عنده صور احسن من كده، صح يا بابا؟ انا عندي يا فندم واحده بورتري بالزيت والليمون تاكل ايدك وراها. زيت وليمون ايه؟ ابوكي بيطلع اسوأ مسجون عندي كل شهر يا بيلا. ما معلش برضو يا فندم، يعني حضرتك في السجن، يعني كل اللي عندك مجرمين وقتلين قتله، المفروض يكونوا كلهم على البلاك ليست مش هو لوحده. قولي له. الو. ايوه يا راشد. مين؟ ميعاد الزبون امتى؟ ايه ده؟ تتكلم رجاله؟ راشد ده راجل؟ يا بابا مالك؟ سلامتك دلوقتي، باي. يا سياده المعمور، انا اطالب بالافراج عني فورا عشان بنتي، بنتي هتضيع مني يا ناس، بنتي بتكلم رجاله قدامي. لا العار العار، لو سمحت سعادتك افرج عني عشان ادافع عن شرفي. احنا صعايده. بابا احنا من المنصوره. ايه ده احنا قلبنا؟ بابا لو سمحت انا لسه عندي شغل ولسه هروح لماما، من فضلك اسمع الكلام. حضره المامور ممكن بس معلش تدي له فرصة تانية؟ هو مش هيعمل كده تاني. سلام. فين بقى الفرصة التانية اللي قالت لي سعادتك عليها؟ يا ماما ما تقفوريش بقى. مامة ايه وزفت ايه؟ بعد ايه بقى؟ بعد ما شلتها في بطني 9 شهور. انا مولودة بعد 7 شهور بس. واتحبست عشانها 9 سنين. ماما انت اتحبستي عشان عقد الماس؟ وما اعرف من بره انها كل يوم بتقابل واد اسمه راشد. بقابله عشان زميلي في الشغل. وانا اللي قاعده هنا بدور لها على عريس. طب قوليلي، قولي لماما، فرحي ماما حبيبتي. معلش حبيبتي معلش. مستكتر عليا الفرحه. ده انا لما ام البوهي باهر قالت لي ما صدقتش. هتقولي له ايه لما يجي يسالك في فرحكو ماما فين؟ هتقولي له ايه؟ ولا لما تبقوا قاعدين على البحر في شهر العسل بتشموا الهوا ويقول لك ماما فين؟ هتقولي له ايه؟ هو انت كتبتي كتابي وجوزتيني وطلعتي لي فيزا وسفرتيني شهر عسل كمان؟ لا، ما هي زنزبار دي مش محتاجه فيزا. وكلكم بقى واحفادكم لما يسالوك عني ويقولوا لك تيتا فين؟ هتقولي لهم ايه؟ وانا كمان خلفت؟ وولاد ولا بنات بقى يا ترى؟ يا حبايبي يوسف ومنى اسم الله عليهم، لما يسألوك ويقولوا لك تيتا فين؟ هتقولي لهم تيتا ماتت؟ بعد الشر عليك يا حبيبتي، ما تقوليش كده. ماما أنا ماشية يا ماما عشان عندي شغل. قبل ما تحكي لي على الواد اللي اسمه راشد. هبحكي لك عنه بعدين، سلام. ماشي يا بيلا، ماشي يا بيلا، ماشي ماشي يا بيلا. وطلعت له بمقشة ونزلت له بمقشة، لقيت حمامي بيتعشى ويا حمامي الوجعاني، طلعت له بمقشة. وطلعت له بصفيحة ونزلت له بصفيحة، ولقيت حمامي حاطط ريحة ويا حمامي الوجعاني، وطلعت له بصفيحة ونزلت له بصفيحة، ولقيت حمامي حاطط